في تصريح له عبر صفحته الرسمية، فؤاد إسماعيل، صحفي موثوق في قطر يكشف عن تطورات جديدة بقضية الفاف. وقال الصحفي الموثوق في حديث حول قضية المنتخب الوطني الجزائري المرفوعة ضد الحكم الغامبي جسام باكاري قائلا: رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم صامويل إيتو في تحركات قوية من أجل منع إعادة المباراة بين الخضر والمنتخب الكاميروني. وأضاف: لقد تكلمت مع مصادري الخاصة، وقالوا لي القليل فقط من يعلمون عن التفاصيل التي توجد في ملف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي قدمته إلى الاتحاد الدولي الفيفا، والذي يتضمن على دلائل ثابتة تدل أن الحكم جسام تلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت بين محاربين الصحراء والمنتخب الكاميروني. وواصل حديثه: لدي أهم الأشياء التي توجد في هذا الملف، ولكن احتراما للفاف ومصادري الخاصة لن أبوح بهذا السر. وقال: الملف هو الأمن على مستوى الاتحاد الجزائري ومستوى السلطات الجزائرية، وهي من دعمت هذا الملف الثقيل. وأختتم كلامه قائلا: هناك أدلة جديدة داخل الملف. وأضاف: الاتحادية الجزائرية تتعامل مع الملف بطريقتها الخاصة، والسلطات الجزائرية تتعامل مع الملف بطريقة خاصة أيضا، ويجب على الشعب الجزائري أن يهدأ ويتابع القضية عن بعد فقط.